من وقت ما انعمل التسوية يعني من هون نعم زاد العجز بموازنة الدولة 50% طلع من الأربعة مليار للستة مليار. في سلطة مسؤولة عقدت اتفاق بالألفين وخمس آخر 2015 بداية 2016 اتفقوا الشباب مع بعضهم ركبوا سلطة بالمحاصصة وعملوا أخذوا البلد جماعيا. وهون أنا بحمل مسؤولية كل الكتل النيابية بحملهم مسؤولية. شو أول مسؤولية؟ أنه بالتسوية الرئاسية سلمنا قرار البلد. تاني مسؤولية انعمل أبشع أنواع وأشكال المحاصصة بتاريخ لبنان. صوت على ثلاث موازنات وهمية هي اللي وصلتنا للمحل اللي وصلنا له. صوت على سلسلة وضرائب بالإجماع كلهم مسؤولين عنها. نحن طعنا فيها صح. بالمجلس الدستوري أسقطناها بالمجلس الدستوري رجعوا أصروا يفوتوها من خلال الموازنة الضرائب. هن بالتكافل والتضامن صرفوا قبل الانتخابات بأربعة أشهر مليارين دولار زيادة عن يلي انصرف بهالنفس أربعة أشهر بالسنة اللي قبلها. عشو صرفون؟ بال 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 بالوزارات تبعهم تمهيدا للانتخابات. أقروا كل هال إذا بدك الصفقات يلي انعملت المحاصصات اللي انعملت. في حدا بده يتحمل مسؤولية المحل اللي وصلنا له. نحن عم نحذر وعم نعيط وعم نصرخ ورحنا على المعارضة وتحملنا مسؤولياتنا. قدمنا أسئلة للحكومة طلبنا تشكيل أربع لجان تحقيق نيابية. رحنا على القضاء رحنا على الإعلام مجلس النواب وين ما كان لعبنا دورنا بالكامل حذرنا من كل شيء وصلنا له اليوم.